سنة أولى حبايبي، مستعدين ليونت 3 إن شاء الله. النهاردة هنبدأ يونت 3، يونت سهل وجميل زي ما اتفقنا. هترد معاي والكلمات اللي بقولك عليها هتاخدها وتكتبها في الكراسة بتاعتك وتذاكر وتخليك شاطر جدا معاي. منهج جميل جدا، ويلا بينا نبدأ. يونت 3 بتقول ايه؟ This is me. This is me معناها هذا أنا. هذا ايه؟ هذا أنا. حاجات متعلقة بينا، هنتعلم ازاي نعبر بيها عن نفسنا في حاجات حلوة جدا. يلا بينا نبدأ. Look يعني انظر، Listen يعني اسمع، And repeat ورد معاي. بص بقى القصة هنا ايه؟ مين ده؟ طبعا ده يوسف، وده هاني، وبعدين هنا مين؟ هنا معانا البنت أميرة، وفي شخصية معانا تاني هنا. في حوار بيدور بين يوسف وبين هاني. هاني بيقول له ايه؟ يوسف بيتكلم في الاول، فبيقول له listen هاني، وبيشار على ودنه يعني اسمع يا هاني. ها، وبعدين قال له الجملة دي، قول معاي listen هاني، touch your nose. يلا اسرع سنة بسيطة، touch your nose. كمان مرة، touch your nose. touch your nose. بصوا هنا هاني، ها، حط صباعه على ايه؟ على النوز، يبقى على الانف. يبقى touch يعني المس، your nose يعني انفك، المس انفك. فهنا هاني سمع كلامه، فعلا حط صباعه على الانف بتاعته وقال له this is my nose يعني هذه أنفي. يبقى عندي كلمة this is، أهي العنوان أهي، يعني هذا أو هذه، هنا الأنف هذه. this is my nose. هنقولها كمان مرة مع بعض، أبطأ وبعدين هنسرع بيها. this is my nose. أسرع سنة بسيطة، this is my nose. طب هنقولها على بعض، this is my nose. This is my nose. This is my nose. لازم اتعلمها والعب باللعبة دي مع حد من اصدقائي. اقول له listen، شوف اسمه ايه، خليها زي هي، زي الشخصيات زي ما هي. listen هاني، touch your nose. هاني سمع الكلام، ها، شاور له على الانف وقال له this is my nose. ممتاز جدا. هنا الشخصية اللي وراهم اللي هنا اهو، ها، الكرتونية دي قالت لهم ايه؟ well done، احسنت هاني. well done يعني لما حد يعمل حاجة كويسة بقول له ايه؟ well done يعني كويس جدا، احسنت، ممتاز. well done هاني، احسنت يا هاني. هنا الكلمات بشكل اوضح شوية اهو. listen هاني اللي كان بيقول يوسف اهو، شايفين الكلمة دي؟ touch your nose، المس انفك. هاني في الصورة شاور له على الانف وقال له ايه؟ this is my nose. this is my nose. هذه انفي. افهم الكلمة دي كويس جدا، touch touch المس، ها، والكلمة دي nose. طبعا اعضاء الجسم هناخدهم دلوقتي ايه مع بعض. هنا اخر حاجة الشخصية قالت له ايه؟ well done هاني. يلا نكمل مع بعض. ادي بقى ايه؟ حاجات خاصة بالحواس بتاعتنا. بيقول لي listen and repeat. listen يعني اسمع، and repeat ورد معاي. repeat repeat يعني رد. لما تسمعني بقول لك repeat يعني رد معاي. I repeat يعني رد معاي. I اهي، افتكر كويس عشان هنختبر عليهم مع بعض. knows، في حد ما بيردش؟ ايوه انت شايفك، رد معاي. knows. ear ear، برافو الناس اللي بترد. mouth mouth. hand hand. يلا كمان مرة من الأول، مرة واحدة اهو. eye nose ear mouth hand. طبعا الكلام بالعربي باينين من غير ما ترجمهم اهو. العين اي، الانف نوز، الاذن ear، الفم ماوث، اليد هاند.
ممتاز جدا. هنا بقى بيقول لي اتعلم مع البيزي بي النحلة النشيطة. هتعلمنا صوتين، هتعلمنا ايه النهاردة؟ هتعلمنا صوت ال N وال H. Learn sounds، تعلم الأصوات with يعني مع بيزي بي، تبقى معانا على طول بيزي بي دي. كتب لي هنا حرفين، شايفين يا شطار؟ حرف ال N حرف ال H. ال N صوته كده يبقى لما اسمع اكتب حرف ال N. طب هو ليه مكتوب شكلين هنا؟ مكتوب شكلين عشان فيهم واحد كابيتال والتاني سمول. كابيتال يعني حرف كبير، كابيتال ليتر، سمول ليتر حرف صغير. طيب تعال نشوف بقى الكلمات اللي هي بتبدأ بال اللي هو ال N. اول حاجة nuts، ترد ولا لا؟ ايوه كده، رد يا شطار. nuts. nose. nose. neck. neck يعني رقبة، بيشاور على الرقبة اهو. ده حرف ايه ده؟ حرف ال N. ممتاز، excellent، well done. طيب حرف ال H. ال H سهل جدا برضو، ليه شكلين capital و small، كبير وصغير. بصوا بقى ال H بيعمل الصوت ده ها ها، زي حرف اله في العربي بيعمل ها. يبقى لما اسمع ها اكتب اتش اللي هو الحرف ده او ده. يلا ناخد ثلاث كلمات خاصين بيه. اتش بيعمل ها، هات، هات يعني طاقية. الشعر بتاع البنت الجميلة دي اسمه هير، هير يعني شعر. الايد، اليد، هاند، هاند، هاند يعني ايه؟ يعني يد. كلهم مشتركين في حرف ال H اللي هو صوته ها. صوته ايه؟ برافو، صوته ها. جميل جدا. بعد كده طبعا ده الشيت بتاع الايه؟ الرايتنج بتاع الكتابة، وده الشكل اللي في الكتاب عشان برضو يبقى الموضوع واضح معاك على الاشياء. عندي الفيس يعني وجه، هير شعر، هاند يد، تيث اسنان، سالاد اللي هي السلطة. طبعا مكتوبين تحت فهنقولهم اهو مع بعض. اول حاجة بيقول لي عندي كمان في حاجة تاني، ناخد بالنا هو مركز هنا على الاسنان مش على الفم مش على الماوس، مركز على ايه؟ على التيث. تيث يا مستر، في صوت هنا سمعته تيث، ث ث ث ث في حرف الث. في اللي هو التي مع الاتش بيعمل صوت الث او الزي، هنا بس عمل صوت الث. يبقى اقول كده ت ايث تيث. الوجه بقى اسمه ايه؟ فيس، فيس. السلطة اسمها سالاد، سالاد. يلا على التدريب، اكسرسايزز التدريبات. يلا طبعا نكون رجعنا الجزء الاول وبعدين نتدرب على الجزء الثاني. الواحدة دي صغننة هناخدها مع بعض، وبعدين هناخد مراجعة على اليونت 1 و2 واليونت دي 3. خليك مشترك معانا، اشترك يا عسل، خليك معايا على طول عشان هنستمر في تنزيل الفيديوهات بشكل مستمر. تأكد انك مشترك معايا واعمل لايك عشان الفيديو ينتشر ليك وكمان لكل اصدقائك. match the picture، match يعني وصل، the picture صور. انا هقرا الكلمة بالانجليش وانت تقولها لي فين. ها اول كلمة حرف ال N، nuts، nuts. فين الصورة يا جدعان؟ ها فين يا شطار؟ nuts. برافو، البندق. hand، ها ها hand، برافو، excellent، excellent يعني ممتازين. hat، hat اهي. nose، خدناها في اعضاء الجسم، برافو. neck، neck الرقبة دي اسمها ايه؟ neck، لكن الوجه كله اسمه face. اختبار تاني حلو قوي، بيقول لي write، اكتب the first letter، write the first letter، اكتب الحرف الاول. ركز، شغل ودانك عشان تعرف الصوت اللي بيطلع ايه. ت ت تيث، ت تيث. الصوت الاول اللي سمعته ايه؟ تي، تي حرف التي، يبقى ناقص هنا حرف التي. سالاد، سالاد حرف الاس،
good. hand hand ايه ده؟ ايه الحرف ده؟ ايه الحرف اللي بيعمل ها؟ اكيد حرف ال H. حرف ايه؟ ال H اللي هو بيعمل ها. mouth mouth ده حرف ايه اللي بيضم شفايفه على بعض؟ حرف ال M. برافو عليكم. طبعا الحروف حافظينهم من كي جي 1، لازم تكونوا مركزين. ايه التدريب الجميل ده؟ شايفين الخط الافقي ده؟ لما يكون عندي موجود بالشكل ده يبقى انا هقرا الكلمه دي واختار الكلمه اللي مكتوبه هنا. هنا كاتب لي اي، دي اي ولا دي اي ولا دي اي؟ ها يلا 1 2 3 فين؟ برافو. اي اير اير، هاخد من ثلاثه دول. فين الاير؟ ممتاز. تيث تيث، اسنان. برافو. ماوس ماوس، فين بقى الماوس؟ دي لا، دي هاند. ها دي ولا دي ولا ايه؟ دي طبعا دي هات، يبقى دي ايه؟ ماوس. الماوس هو الفم، لكن التيث هي الاسنان اللي داخل الفم. جميل جدا. اخر حاجه بيقول لي تذكر touch your nose. مين اللي بيعمل الشكل ده؟ اهو كابتن هاني. This is a salad. سوري من غير This is salad. هذه سلطة. فين اللي بتقول هلو اي ام اميرة؟ ده في الدرس الاول يا مستر. ما انت لازم تكون مركز. هلو اي ام اميرة اهي. تو بولز ده في درس النمبرز الارقام، لازم تكون مراجع الدروس اللي فاتت عشان تعرف تجاوب معانا. تو بولز يعني كرتين. اخر تدريب معانا هو ده. سيركل يعني اعمل سيركل يعني دايرة. ذا رايت وورد الكلمة الصح. هنا الصورة والكلمتين تحتيها، تقرا الكلمة والكلمة الصح تعمل عليها دايرة صغيرة كده. هنا جايب لي الشكل ده وكاتب لي ear اي ear اي. الشكل ده عبارة عن ايه؟ اي. طب الشكل ده عبارة عن ايه؟ فيس تيث فيس تيث، طبعا هو ها فيس. الشكل ده ده ايه ده؟ ده اي ولا اير؟ اكسلنت اير. طب دول بقى تيث ولا فيس؟ دول تيث اسنان. الشكل ده فيس ولا ماوس؟ ماوس. ممتاز جدا. يعني كده فضل معانا تدريب واحد. معلش الفيديو طول سنه، ولكن حبينا نلم الوحده كلها ايه في درس واحد. بيقول لي هنا ماتش يعني وصل ذا وورد الكلمه بالصوره. فين الهاند؟ فين الهاند؟ ايوه اهي. برافو برافو. فين الهات؟ فين الهات؟ وصل. ها ممتاز. فين الفيس؟ ها هو. فين السلد؟ كده تمام خالص. ما تنساش تشترك معانا، فعل الجرس، وانتظر الفيديو القادم هيكون مراجعه على يونت 1 2 3 الوحده الاولى والثانيه والثالثه. ذاكر الثلاث وحدات كويس. استناني في الاختبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.